آخر طبعا لإصطبلات الحلاس تحت قيادة المدرب الكبير خالد حلاس أبو العاطف. ما شاء الله تبارك الله. الحديث يدور عن بالانس الصخرة بالبريق بالانس. اللهم صل على سيدنا محمد الملك إبراهيم سلطي أبو علي من علوط. قيادة ستكون لعمر الحسون. كابيزانو يدخل أرضية الميدان بن أنور المجلل بنت علي زاكر الملك أبو محمود بهاء إبراهيم بن دبوريا المدربين إصطبلات أبو يحيى المدرب طبعا إبراهيم المتعب غريفات. القيادة ستكون لمالك سواعد. الشباب اللي مع بلنس الصخرة عددوه شيخ وين الخيال. الشباب اللي مع الطندر يزيحوا يطلعوا لبرا. طندر يسوزو توم مالك عز قبلاوي محمد البيروتي مدربين إصطبلات البيروتي. القيادة ستكون لزنور. ما شاء الله تبارك الله غيات من البريق لهم بنت الفانتو مونيل الملاك عز القبلاوي ومحمد بيروتي مدربين إصطبلات البيروتي. القيادة لزنور الصقر. يلا عمر مالك سواعد يعتلي صوت كابيزانو بن انور المجالي والام بنت علي زاكر للمالك بهاء ابراهيم ابو محمود من دبوريا المدربين إصطبلات ابو يحيى مع المدرب ابراهيم المتعب. القياده لمالك سواعد. عمر الحسون على صوت بالانس الصخره بن بريق بالانس. المالك ابراهيم سلطه ابو علي بن علوط المدربين إصطبلات الحلاس ممثل إصطبلات الحلاس بالانس الصخره بقياده فرانك العرب. عمر الحسون اتركوا روح روح يا عمر روح. الشباب اللي على ارضيه الميدان اللي بلشوا اللي خلينا الميدان الله يرضى عليكم جميعا. بلاش بلانس صخرة ينهي للتو مع عمر الحسون دورة الإحماء ونفع بالجهة المقابلة. يا سلام أمام خيول الشوط مسك الختام الفئة الأولى الكبار عضار الجروب وان كابيزانو بالانس الصخرة وغيات. وفعلا اخواني انطلق الشوط الثاني الفئة الأولى على بركة الله بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله بالانس الصخرة يتزع الصدارة من البداية مع عمر الحسون غيات بالمراتب الثانية مع زنور. كابيزانو يترقب بالمراتب الثالثة مع الخيال مالك سواعد الخيول والأحسنة بالمراحل الأولى من السباق. ما شاء الله تبارك الله بلنس الصخرة ما يزال متصدر هذا الصوت غيات بالمراتب الثانية مع زنور. كابيزانو ما يزال بالمراتب الثالثة الأحسنة بقبالة دخول المنعطف الأول. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما يزال بلنس مع عمر متصدر هذا الصوت غيات يحاول
تقليص الفارق هو وكيف زانو. الخيول خرجت من المنعطف الثاني نحو الخط المستقيم. ثلاثية كبيرة جبارة على أرضية ميدان المطار. غياث كابيزانو وبالانس الصخرة. بالانس الصخرة من الداخل مع عمر الحسون. كابيزانو مع مالك سواعد. سواعد يحاول تغليص الفارق. غياث أيضا مع زنور يحاول هو الآخر تغليص الفارق. ما شاء الله بالانس الصخرة غياث وكابيزانو. بل هو بالانس الصخرة. بالانس الصخرة بطل هذا الشوط مع عمر الحسون. كابيزانو بالمرتبة الثانية مع مالك سواعد. غياث في المرتبة الثالثة مع زنور. ما شاء الله تبارك الله انطلق أولا وحل أولا. ما شاء الله تبارك الله. مبروك المبروك لإبراهيم السلطي من علوط. مبروك لأولاد العم أبو إبراهيم السلطي من علوط. مبروك لإصطبلات الحلاس على هذا الإنجاز. ما شاء الله تبارك الله. مطار ثلاثة عجول هي جوائز ميدان المطار في الجولة الثالثة. عجل لمواليد عام 2019، عجل لمواليد عام 2020، وعجل لفئة الكبار يا حضار. 2019 عجل للفئة الأولى، 2020 عجل للفئة الأولى، وعجل لشوط الكبار يا حضار من أربع سنوات وما فوق. ثلاث عجول إن شاء الله المهرجان القادم من ميدان المطار. ممثل اسطبلات الحلاس ما شاء الله تبارك الله. بلانس الصخرة مع عمر الحسون. عمر الحسون الذي صال وجال في الموسم الماضي مع اسطبلات الحلاس هنا على أرضية ميدان المطار، حيث أنه استطاع حصاد بطولتين على سوا طير الليل في الفئة الثانية وفي الكبار مع شمس الدين. ما شاء الله تبارك الله. مبروك المبروك أولاد العم أبو إبراهيم سلطي من علوط. مبروك لإبراهيم أبو علي. مبروك لمحمد. مبروك لبهاء. مبروك لصلاح الحلاس. مبروك عمر. ما شاء الله. قادي قادي يسلم جوز هذا الشوط. قادي معنيك انت كبير سلامي كتير زين. تدرى قادي اسمع يا ورد واحنا هيك. مبروك الف الف مبروك للشيخ ابو العاطف خالد حلاس حبيبنا مع بطل هذا الشوط. المرتبة الثانية كانت لكابيزانو. تفضل مع كابيزانو. كابيزانو ما شاء الله بطل 2018 العام الماضي على أرضية ميدان الأحلام كفر مندا. شارك هنا في أرضية ميدان المطار كابيزانو ابن البطل المنتج ما شاء الله أنوار المجالي لأم تعالي زاكر مالك بهاء إبراهيم أبو محمود من دبوريا. تدريب اسطبلات أبو يحيى تحت إشراف المدرب إبراهيم المتعب. قيادة كانت لمالك سواعد الخيال الكبير. مالك يا مالك. مرتبة الثالثة لغياث. تفضلوا شباب مع غياث. ما شاء الله غياث ابن برق البريق لهم بنت الفانتوم الملاك عز قبلاوي ومحمد بيروتي مدربين اسطبلات البيروتي. القياده كانت لزنور. مبروك الف مبروك ملاك ومدربين غياث. ما شاء الله عليك يا غياث. مبروك يا البيروتي القبلاوي اجمعين مع البطل ما شاء الله غياث. شباب ابو الحياه ابو العاطف بما انك سرتون وشباب البيروت القبلاوي السبق الجاي في ثلاث عجول. عجل لل 2019 فئه اولى، عجل لل 2020 فئه اولى، والكبار يا حضار صار مسجل.